نعزي أنفسنا وشعبنا في البحرين بهذا المصاب الجلل وارتحال هذا العدد الكبير من أخلص الخلص ومن هذا الشباب الواعي بما قدمه في سبيل الله وفي سبيل وطنه وفي سبيل عزة وكرامة شعبه. ونحن كذلك نقول هنيئا لهم هذه المنزلة الرفيعة وهذه الدرجة العليا. أحياء عيد الشهداء أو أحياء ذكرى الشهداء، في اعتقادي أنه أحياء لأنفسنا قبل أن نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء الأبرار. فهذه المناسبة هم ليسوا بحاجة إليها لكي نذكرهم، إنما نحن بحاجة أن نذكر أنفسنا بما مضوا عليه وأن نجدد العهد معهم. إذن هو إحياء لنا وليس إحياء لهم، هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. وحقيقة إذا سألناهم وإن كانوا حاضرين معنا أترغبون الرجوع؟ فبالطبع لا يتمنون ذلك، ونحن الذين علينا أن نتمنى أن نكون في منزلتهم. إذن هذا إحياء لأنفسنا، إحياء لإنسانيتنا، إحياء إلى حقيقتنا الوجودية الأصيل. الإمام حسين عليه السلام يقول إن الحياة عقيدة وجهاد، وفي اعتقادي كل من فهم هذا الحديث وجسده في حياته وطبقه استطاع أن يرتقي إلى مراتب العليا للشهادة. بمعنى الشهادة ليس إراقة الدم فحسب، ومن يعتقد إن فقط إراقة الدم هو الشهادة أنا أتصور هذا فهم قاصر لمعنى الشهادة. الشهادة مجموعة من المنظومة المتكاملة لأمور أساسية. نعم يمكن إراقة الدم جزء من هذه المنظومة، ولكن الشهادة يجب أن تواكبها البصيرة. الشهادة يجب أن تكون في طريق إعلاء الحق والدفاع عن مظلومية الإنسانية، كل الإنسانية. الشهادة يجب أن تكون تحت راية الحق، وما دون ذلك يمكن نختلف في مفهوم الشهادة وهل هذا الإنسان يكون شهيد ولا لا. إذن كل هذه العوامل يجب أن تكون مكتملة، ونحن نعتقد كل الذين نحتفي أو نحيي ذكراهم في هذه الأمسية هم كانوا على هذا المنوال، ضحوا بدمائهم وكانوا على وعي وكانوا على بصيرة، وكذلك كانوا تحت راية الحق في هذه الصدد. أنا في اعتقادي أن الشهداء تخطوا الزمان والمكان، كل الموجودات محدودة في الزمان والمكان، تستطيع أن تجسد الموجودات من خلال الزمان والمكان. هذه مبادئ أو منظومة فيزيائية محدودة، ولكن مستثنى من ذلك هو الشهيد. الشهيد يتخطى الزمان ويتخطى المكان. نعم يمكن يضحي في ظل ظروف محددة زمانيا ومكانيا، ولكن بروحه وبمبادئه وقيمه وخلوده يتخطى الزمان والمكان. هكذا نعرف الإمام حسين عليه السلام، وهكذا نعرف كل الشهداء، سواء شهداء بدر أو شهداء الأوائل في عصر الإسلام وشهداءنا الحاضرين. إذن هم يتخطون الزمان والمكان في هذا الصدد. الأجيال القادمة يذكرون الشهداء بفضائلهم، إذن هم أحياء في هذا الصدد. إذن لا يرتبطون فقط بزمن محدد ولا بمكان محدد. إذن هذه القيمة وهذه المنزلة لدى الشهداء أنا أتصور بقية الموجودات وبقية البشر يمكن لا يملكونها. من أراد أن يتخطى الزمان والمكان عليه أن يكون شهيدا. كلنا نعيش تحت ظل القانون الطبيعي
هناك قانون الجاذبية، ولكن في هناك قانون آخر هو قانون الشهيد. قانون الشهيد أنا في رأيي غير مرتبط وغير محدود بقوانين الطبيعة. في منظورنا بأن هذا الأسس الأولية لأي نظام سياسي قائم، ولكن عندما نطبق على قانون الشهادة هذه المعادلة تتغير، تتخطى كل الحسابات المادية في هذا الصندوق. إمبراطوريات سقطت بقانون الشهيد وليس بالقوانين المادية، ليس من خلال تجيش الجيوش، وليس من خلال العسكرة، وليس من خلال النفوذ المالي، وليس من خلال الدعم الخارجي، إنما سقطوا بقانون آخر هو قانون الشهيد. قانون الشهيد بغير الموازين، بغير الموازين الطبيعة. إذن هذه القيمة وهذه المنزلة وهذه الثقل، شخص ما، فرد ما ممكن يغير الموازين الطبيعة بما للطبيعة من قوانين، للجاذبية قانون، للمجرات قانون. في اعتقادي بأن للشهيد قانون يستطيع أن يتخطى هذه القوانين ويغير هذه القوانين. ماذا نريد في هذه الدنيا وماذا نسعى؟ الفترة البشرية تتوق إلى الخلود. إن كنا أفرادا، إن كنا جماعات، إن كنا جماعات، إن كنا أمما، نتوق إلى الخلود هو هدفنا الأساسي. نريد أن نكون خالد، أن نكون خالدين. من الذي استطاع أن يكون خالدا؟ لا يريد أن يكون خالدا بذاته، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه هذه المنزلة. هو خالد في الدنيا وخالد في الآخرة. هناك من يبذل المال لكي يكون خالدا في الدنيا، وفي النهاية لا يكون لا خالدا في الدنيا، يمكن يكون خالدا في فترة حياته ولكن بعد موته انتهي أثره. ومن يريد أن يكون خالدا في الآخرة ليس بالضرورة بأنه يكون خالدا في الدنيا، ولكن الشهيد يحقق الأمرين، الخلود في الدنيا والخلود في الآخرة. لا أناقش معكم الخلود في الآخرة، أمر مسلم به، هذا من ضمن معتقداتنا وآيات القرآنية تشهد على ذلك. أما الخلود في الدنيا ما نعمله اليوم على سبيل المثال، مثل ما تفضل دكتور أبو آلاء ذكر أسماء الشهداء، وهلما جرى أن نذكر أسماء الشهداء، أن نرفع صورهم، هذا نوع من الخلود الأبدي لهذا الشهداء. لم نذكر أسماء أجدادنا المتوفين، ولا آباءنا ولا أمهاتنا، مع ما لهم من فضل علينا. إذن أي إنسان لا يمكن أن يخلد في هذه الدنيا إلا من خلال عمله وما يتركه من أثر على البشرية، وما يملكه من أثره من خلال شهادة في هذا الظن. إذن في هذه الدنيا الشهداء حققوا هذا الخلود، وكذلك في الآخرة أعتقد كلنا نسلم لذلك. ماذا نحتاج؟ نحتاج أمرين في نظري. الأمر الأول ثقافة الشهادة، أن نتخلق وأن نتربى بثقافة الشهادة. لا يفهمني خطأ أحد بأن ثقافة الشهادة والموت، لا، هذا نظر قاصرة. ثقافة الشهادة أن تكون حاضرا وأن تكون مضحيا بما تملك من أجل مبادئ والقيم، وما تملك من إمكانات من أجل قضية بمختلف الأساليب. لا تكون هامشيا، لا تكون كسولا، لا تكون يعني مسيرا، كن حاضرا، كن ذا مشروع، وفي نفس الوقت ابذل مهجتك لله سبحانه وتعالى. لا تجعل المال ولا المنصب ولا الجاه ولا التبعية هو الذي يحد من طموحك إلى العطاء التام. في النهاية لا تكون عبدا لغيرك، والله سبحانه وتعالى خلق حر. هذه الحرية بأن تكون عبد الله سبحانه وتعالى وأن تضحي بوجودك فقط لكي تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هذه القيمة الأساسية هي قيمة الشهادة. إذن كل ما يحيطك من الأمور المادية لا يستطيع أن يحد هذا الطموح وهذا الإرادة الأصيلة فيك. وكلما صغرت نفسك في الأمور المادية كلما أنت بعدت عن
مفهوم وثقافة الشهادة. إذا نحتاج أن نربي أنفسنا وأن نربي أبنائنا وأن نربي الأجيال على ثقافة الشهادة. أمر الآخر واختم الحديث، نحتاج أن نحيي الذكرى، وذكرت في بداية الحديث إحياء الذكرى هو إحياء للنفس، وهكذا مناسبات هي محطات أساسية لإحياء أنفسنا. بالطبع هكذا إحياء يجب أن نحولها إلى إحياء شعبية، يجب أن نفكر كيف نضع الشعب أن يحيي هذه المناسبات بمختلف الأساليب، ومن ثم نحن نكون الأقوى من الطغاة الذين يحاولون أن يمسحوا هذا التاريخ أو هذا النضال أو هذه الشخصيات التي قدمت بكل وجودها بوعي وأصالة من أجل قضية ومن أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لإنسانية الإنسان وعزة الإنسان من أجل الحرية والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.